بسم الله الرحمن الرحيم. هعمل معاكم طريقة تخزين الكرنب اللي هو ما يتجلدش. وحطيت معلقة سكر كبيرة ومعلقة كمون عشان الريحة بتاعته. وبعد كده هنسلقه ايه على كده علشان ما يتجلدش بقى في الفريزر. لكن انا عملته بالسكر علشان ايه يتشال في الفريزر ومش هيجلد ان شاء الله. وبنسلقه اهو، مجرد بس ان هو يدبل في الميه، ما تخلوش يستوي عشان انت هتشيليه، ما ينفعش يستوي. يا دوبك الورقه تدبل ويتشال كده اهو بالشكل ده. احطه في ميه ساقعه وبعد كده اهو. بعد كده بقى نطلع بقى كله واقول لكم هنعمل ايه. اهو ميه ساقعه بارده هنا تحطي فيها اهو كده، لازم جامد شويه كده، يعني يا دوبك تحطيه وتطلعيه. ومعلقه سكر لو هتشيليه في الفريزر. وادي كده خلصناه، وتشيليه في الفريزر بقى لرمضان لحاجه يقعد طول السنه معاكي وما يجلدش. اللي انت تحطي معلقه سكر فيه وكمون، معلقه كمون ومعلقه سكر كبيره بس، وتشيليه بقى ولا يعمل ريحه في الثلاجه ولا اي حاجه. شكرا.